فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا أن الاستحياء بالنسبة لله لا يجب أن يفهم على أنه التغير والانكسار الذي يعتري المرأة قسرا عند خوف ما يعاب أو يذم عليه، لأن التغير إنما هو من صنعة الأحداث، ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. وإذا فالمراد لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل، وإنما قال ذلك لأنهم قالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فقال الله ردا على كلامهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس أمامهم، فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في أذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس، كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله. فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه، يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم، حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا فاعلم أنك رجعت في قضية الإيمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول: يا أيها الناس أكلفكم بكذا، وإنما كلف من آمن به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنت بي إلها ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق، أنا أكلفك بكذا وكذا وكذا. لا يصح بعد ذلك أن تناقش التكليف من جديد، لأنك لو ناقشت التكليف من جديد فكأنك رجعت في أصل القضية الإيمانية الأولى. يبقى حيثية كل أمر تكليفي تستقبله عن الله هو الإيمان به. والإيمان بالشيء يقتضي تصديق كل ما يصل إليك عن طريقه. مثلا نضرب مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما حدث القوم أنه أسري به التقفوها منه وأرادوا أن يزلزلوا بها إيمان أبي بكر، فقالوا له: إن صاحبك يدعي أنه أتى الليلة بيت المقدس. وهم يظنون أن أبا بكر سينخلع من هذا الخبر، فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال فقد صدق. إيمان بك الرسول انتهت المسألة. أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد سهمهم إلى إيه؟ إلى نحوره، وأعطانا قضية صديقية
قضية صديقية، ما دام الذي آمنت به إلها قال أو آمنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي، عقل استعملته في القمة الأولى في أنني آمنت به كإله وآمنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك أمنته على أن يبلغني ما يريد. خزيمة بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك أدى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما طال العهد قال الدائن أذهب إلى رسول الله فأطلب منه الدين لعله إيه نسي. فقال رسول الله له إنني أعطيتك الدين، يعني أنا أديت. فقال ما أديت؟ قال بل أديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم أداك وأنا رأيته. ما كانش موجود. وبعدين بعد الراجل ما انتهى وأفحم بالشهادة، رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي أحد أبدا حينما أديت هذا الدين. قال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ مسألة مش معقولة ولا واردة أبدا. فانظروا إلى فقه الإيمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد، قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا درهم. تبقى مش مسألة دينا، كانت حكاية كده تبقى خيمة كبيرة قوي. انظروا إلى هذه وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من صدور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رآها مكتوبة وشهد بها اثنان. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد، اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش، لأن المذهب بتاعه في إنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين، وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى خزيمة أصبح نصابا في الشهادة. قال إذن ده يكفي عند اثنين، لأن النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه، فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا.